طقس صيفي اعتيادي في أغلب مناطق المملكة، وليالي لطيفة ورطبة ودرجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. كما نشاهد من خرائط درجات الحرارة هنا، نجد أن يوم الخميس والجمعة تبقى درجات الحرارة لطيفة واعتيادية، وحتى يوم السبت لتكون الأجواء لطيفة باردة نوعا ما في ساعات الليل. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان. أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الجمعة تكون درجة الحرارة نهارا 29 إلى 18 ليلا، يوم السبت من 27 إلى 18 ليلا، والأحد من 28 إلى 18، أجواء لطيفة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، نبدأها شمالا من إربد 32 نهارا 22 ليلا، في المفرق 32 إلى 19 درجة مئوية، في جرش من 33 إلى 20 درجة، وفي عجلون من 30 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 29 إلى 18، في الزرقاء 33 إلى 20 درجة، في البلقاء 30 إلى 19 درجة مئوية، مادبة من 29 إلى 18، أجواء حارة نوعا ما في البحر الميت 38 نهارا إلى 27 درجة في ساعات الليل. الكرك 30 إلى 18 درجة، طفيلة 29 إلى 17، معان 35 إلى 21، في جبال الشراس 27 إلى 16 درجة مئوية، وفي العقبة من 39 إلى 27 في ساعات الليل. رويشة 38 إلى 22، الصفاوي 38 إلى 22 أيضا، وفي الأزرق من 37 إلى 21 درجة في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.